السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله راح ننتهي من محاضرات هذا الفصل الدراسي. اليوم المحاضرة الأولى الحالية راح تكون لإنهاء المنهج، راح إن شاء الله نتكلم عن آخر جزئية التدريب، ثم راح إن شاء الله أفتح مجال للأسئلة على المنهج كامل. ودي أي أحد عنده أي سؤال يسأل الآن، إذا بيسأل عن المنهج، بيسأل عن بعض الأسئلة، بعض العناوين الرئيسية اللي يركز عليها الطالب أو لا، ودي أنها تكون الآن، عشان اليوم إن شاء الله اللقاء الثاني في الليل الساعة 8:15 تقريبا راح يكون مراجعة، راح تكون مجموعة أسئلة يمكن 20 سؤال أو 30 سؤال، يعني تجون تختبرون أنفسكم، تختبرون معلوماتكم من خلال هذا الكويز المطول، ثم بعدها نناقش الإجابات، تكون آخر محاضرة وننتهي بإذن الله على خير. فأتمنى إذا أحد عنده سؤال إنه يسأل الآن، نتناقش الآن في الموضوع بعد ما ننتهي من العناوين اللي بنشرحها اليوم. بيكون عندنا 10 دقائق للمناقشة، ما راح يكون في كوز نهائي المحاضرة هذه، راح يكون كوز خلاص كوز نهائي مطول في المحاضرة القادمة اللي بعد تقريبا 3 أو 4 ساعات. كنا نتكلم المحاضرة الماضية عن التدريب، وتكلمنا عن أهمية التدريب وتعريف التدريب وأنواع التدريب، وفصلنا في موضوع التدريب. هذا اللقاء كان يوم الأحد الماضي، وتبقى عدة جزئيات ما غطيناها مثل أهداف التدريب وأساليب التدريب، كذلك تنفيذ برامج التدريب اللي هو الخطوة الثالثة، ثم طرق تقييم كفاءة التدريب، ثم تصميم منهجية لتقييم كفاءة التدريب. ومثل ما تكلمنا قبل، قلنا أن التدريب هو آخر تقريبا وظائف اللي راح نتكلم عنها من وظائف إدارة الموارد البشرية. فأهداف التدريب، ما هي أهداف التدريب؟ قسمت إلى عدة أقسام، إلى 3 أقسام رئيسية راح نتكلم عنها. أول أهداف التدريب هي تقسيم أهداف التدريب وفقا لنوع ومحتوى التدريب. التدريب مثل ما قلنا في المحاضرة الماضية لها يناسب عدة أشخاص، ويناسب أشخاص مختلفين باختلاف تخصصاتهم، باختلاف حاجاتهم لهذا التدريب. قلنا أنه في ناس ممكن يحتاج تدريب مهني، في ناس يحتاج تدريب إداري، في ناس يحتاج تدريب تخصصي، كل هذا تحدثنا عنه بالتفصيل في المحاضرة الماضية. هذه أنواع التدريب، الكلام مشابه للي تحدثنا عنه. أهداف التدريب وفق النوع ومحتوى التدريب، أولا تغيير الاتجاهات، تغيير اتجاهات هذا الموظف، تغيير طريقة تفكير هذا الموظف، طريقة أداء لأعمال معينة. فتغيير الاتجاه معناه أن الموظف يكون يؤدي العمل بطريقة معينة، ثم الآن نحاول نغير هذا الاتجاه لدى الموظف، إما بطريقة تفكيره أو طريقة عمله أو إلى آخره، فيكون في تغيير، والتغيير هذا يكون كبير. غالبا مثل هذه الأنواع من التدريب تكون متعبة وصعبة وتحتاج إلى وقت وأيضا جهد. النوع الثاني تقييم المعرفة، نوع معرفة هذا المتدرب الموظف، هل الموظف هذا يمتلك معرفة كبيرة جدا في المجال اللي هو يعمل فيه أو معرفة قليلة، من خلالها نقدر نعرف هل هذا الشخص قادر أن يمسك المنصب الفلاني. بعض المناصب تحتاج إلى معرفة كبيرة، بعض المناصب تحتاج إلى معرفة أقل. فهذا نوع من أنواع أو من أهداف التدريب يساعدنا على تقييم المعرفة. النوع الثالث تنمية المهارات، وهذا أشهر الأشكال وأشهر الأهداف في التدريب، إنك تنمي مهارة هذا الموظف، مثل ما ذكرنا مهارات مثلا الحاسب، أو مهارات التواصل مع الآخرين، أو مهارات اللغة الإنجليزية إلى آخره من المهارات اللي ممكن يتحصل عليها هذا الموظف. أنواع أو أهداف التدريب وفقا لدرجة وكثافة التدريب، هذا نوع ثاني من التصنيفات لأهداف التدريب.
النوع الأول التلمذة يسمى، وفي طبعا في تشابه بين هذه الأهداف، لكن هذا تقسيم يفرق بين الأهداف أو الأهداف أهداف تدريب من خلال عدة تصانيف مختلفة، فبعضها ممكن يكون فيها تشابه أو بعضها يكون في بينها تداخل. أهداف تدريب وفق درجة كثافة التدريب مثل ما ذكرنا، أولا التلمذة هو أن يعامل الموظف كمعاملة التلميذ أو الطالب، بحيث أنه يدرس أو يعلم أو تعريض هذا العامل بخلفية عامة عن الموضوع أو المهارة. أحيانا بعض المهارات أو المواضيع يكون العامل هذا أو الموظف ما عنده أي خلفية عنها، فيعامل معاملة التلميذ كأنه ما عنده أي خلفية، فنعطيه خلفية عامة عن الموضوع بحيث أنه يستوعب هذا الموضوع، ثم بعد ذلك يبدأ يطبقه في بيئة عمله. مو بشرط يكون متخصص، لكن يكون عنده استيعاب. أحيانا ممكن أن يكون عندنا موظف في قسم التسويق، الموظف هذا ما عنده أي مهارات في إدارة الموارد البشرية، ممكن أنه يعطى خلفية عامة عن هذا الموضوع أو خلفية عامة عن المهارة اللي أنه يكتسبها، مثلا مهارة مقابلة الجمهور، نعطيه رؤوس الأقلام أو نعطيه المواضيع العامة بدون ما ندخل في التفاصيل، لمجرد أن الشخص هذا يقدر يغطي المكان أو يقدر يؤدي الوظيفة بشكل صحيح ولو مؤقتا بالمهارات، خلينا نقول الأساسية الرئيسية. يعني ممكن مثلا بعضنا الآن يكون من غير متخصص في الموارد البشرية، ممكن يتخصص أي تخصص ثاني، لكنه ممكن يأخذ لمحة عامة عن الموارد البشرية، بالتالي تساعده يقدر يتوظف في إدارة الموارد البشرية، أنه يعمل بالأشياء اللي جالسين احنا نتكلم عنها خلال الترم، لأن عنده خلفية عامة، لأنه درس مثلا مادة من بعد إدارة الموارد البشرية. النقطة الثانية من أهداف التدريب وفقا لدرجة كفاية التدريب، رفع مهارة الأداء، وهذه مشابهة اللي ذكرناها قبل. أحيانا الموظف يكون عنده مهارة في الأداء، لكن مهارته ممكن تكون ضعيفة أو متوسطة، فهذا يساعد على رفع مهارة الأداء، أن المتدرب أو الموظف يتطور مهاريا يكون مستوى متطور أفضل، يرتفع أداءه بشكل أفضل، لأن المهارة تقريبا ما لها حدود، أحيانا بعض الأشخاص يتفوق على الآخرين، فطبيعي أن المهارة أحيانا تكون مكتسبة وأحيانا تكون فطرية. النوع الثالث اللي هو السيطرة والتفوق، من أجل أن يكون الشخص ملم إلمام كامل. أحيانا يحتاج مثل هالأنواع أصحاب المناصب أو الأشخاص اللي يريدون السيطرة أو التفوق في هذا المجال. النوع الثالث من أهداف التدريب اللي هو أهداف التدريب وفقا للمدة التي يعطيها التدريب، وهي نوعين، قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وهنا فرق كبير بين قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مو بمعنى قصيرة الأجل أنها أقل أهمية من طويلة الأجل. قصيرة الأجل قد تكون لأشياء عاجلة لابد أنها تتم في أسرع وقت ممكن، مثلا موظف أو شخص تم تعيينه مثلا على وظيفة مدرس، مثلا في بعض الدورات قصيرة الأجل اللي تكون أحيانا أهم من بعض الدورات طويلة الأجل اللي لابد أن يحصل عليها هذا المدرس في بداية تعيينه كمدرس أو معلم، فبالتالي إذا أعطي هذه الوظيفة يعطى مثل هذه الدورات أو التدريبية قصيرة الأجل من أجل أنه يقدر يبدأ فيها وظيفته أو مهنة التدريس، ثم بعد ذلك يعطى بعض الدورات طويلة الأجل اللي تعطى على فترات طويلة سنة سنتين، مثل ما قلنا بعض المهارات اللي تحاول أنك تكسبها هذا الشخص اللي يكون غالبا ما عنده بجديات هذه المهارة، مثل ما قلنا أحيانا يكون المعلم مثل المعلم الاجتماعيات ولا يملك لغة إنجليزية، أو معلم رياضيات ولا يملك لغة إنجليزية، واضطرنا نطور المناهج الرياضيات للغة الإنجليزية، فممكن حين نعطيه بعض الدورات الاستباقية طويلة الأجل قبل ما يتم تدريس هذه المناهج. المحور الثاني اليوم اللي هو أساليب التدريب، وش الأساليب المناسبة للتدريب، وكيف حنا ندرب الأشخاص بأي أسلوب، سواء كان هذا المتدرب يعمل في أي منظمة، باختلاف أنواع المنظمات وباختلاف أنواع المتدربين هناك عدة أساليب. في الأول اللي هو التدريب العملي، التدريب العملي العادي التقليدي، مهارة يدوية أو مهارة تحتاج إلى عمل تطبيق
هذه من أحد أساليب التدريب اللي يتم تطبيقه بشكل مباشر، لما تكون آلات معينة يطبق عليها المتدرب بشكل مباشر، أو ممكن إنه يطبق بشكل عملي على بعض الأشياء، التطبيقات اللي ممكن تكون على الأجهزة الكمبيوتر. النوع الثاني من أساليب التدريب تمثيل الأدوار، والمقصود فيها إنه يحاكي الواقع، محاكاة الواقع، إنه يمثل كأنه يمثل، يمثل مثلاً إنه يواجه عملاء، يمثل إنه مثلاً في مقابلة شخصية. بعض أحياناً بعض الشركات يعني تضع مثل المقابلة الشخصية الافتراضية الوهمية، الموظف يقيم نفسه أو يقيم من خلال إدارة هذه المقابلة الشخصية الوهمية كأنها حقيقية، وبالتالي يحصل على التدريب كأن التدريب حقيقي أو كأن أحداث حقيقية تحدث، لكنها هي محاكاة الواقع وليست حقيقية. واللي ممكن يفرق في موضوع تمثيل الأدوار، إن تمثيل الدور يكون الضغط فيه على الموظف المتدرب أقل من الضغط على الموظف اللي يكون فعلاً في الموضوع حقيقة، أو ما يكون في وضعية التمثيل، يكون في مقابلة حقيقية. لما تكون أنت مقابلة شخصية افتراضية، أكيد أن أعصابك وتوترك يكون أقل، وأيضاً تركيزك يكون أسهل من موضوع المقابلة الشخصية الحقيقية. فبالتالي أسلوب تمثيل الأدوار يساعدك أنك تعيش الواقع اللي ممكن تعيشه في يوم من الأيام، لكن يبدأ يخفف عليك الضغط أكثر وأكثر، يحاول يساعدك في أنك تمارس الموضوع. أحيانا ممكن شخص يقول والله أنا ما أقدر أطلع قدام الجمهور، لكن من تمثيل الأدوار ومحاكاة الواقع ممكن أنه يطلع ويلقي خطاب أمام مجموعة من الجمهور، الجمهور هذا يكون زملاء مثلا في المحل أو زملاء في الوظيفة، لكن في الواقع إذا جاء قبل جمهور غير معروف طبعا التوتر يكون أكثر، لكن ممارسته أو تعود على المكان اللي راح يلقي فيه هو وقوف أمام الجمهور راح يكون أقل توتر وأخف من بسبب محاكاة الواقع وتمثيل الدور من خلال هذا الأسلوب التدريبي. الأسلوب الثالث دراسة الحالات. دراسة الحالات هي من أنفع وأقوى الأساليب في التدريب. دراسة الحالات مثلاً أتوقع كثير يعني أخذ منها أمثلة خلال فترة الدراسية، أنك يكون في حالة حقيقية حدثت لجهة معينة أو شركة معينة، ثم نحاول مناقشة هذه الحالة الدراسية وكيف تمت هذه المشكلة وكيف تم حلها وما هي أفضل الحلول اللي ممكن أنها تكون أو تقدم. هذه حالة دراسية واقعية، مثلا شركة من الشركات تعرضت إلى مثلا حملة من الغضب الجماهيري أو مشاكل الجمهور، والسبب إعلان كان غير صحيح أو غير مسؤول أو كان في عبارات غير مناسبة. كيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالة؟ مثل هذه الحالات اللي إذا تم دراستها بشكل صحيح وناقشتها بشكل صحيح تعطي الموظفين خلفية عن تجارب الآخرين وكيف ممكن يتصرف الموظف إذا حدث مشابه في الشركة اللي يعمل فيها، فبالتالي يسهل عليه البحث عن حلول أكثر بسبب دراسته للحالات المشابهة. وهناك عدة أساليب، البريد الوارد، المناقشات الجماعية، وهذه أيضا مهمة جدا. دائما القرار الجماعي أو النقاش الجماعي دائما يكون مثري أكثر وله فائدة أكثر، لأن إذا اختلفت العقول واختلفت الآراء وصار في أكثر من رأي من أكثر من شخص، غالبا أن الرأي هذا يكون ناضج أكثر، والرأي هذا يكون له تأثير أكثر على الناس. والسبب أن كثرة الآراء دائما تساعد في الوصول إلى القرار الصحيح، وأيضا تساعد على إثراء الموضوع. من أساليب التدريب أن يكون جماعي ومناقشة جماعية مفتوحة، ما يكون من طرف واحد، ما يكون من مدرب واحد، الجميع يتحدث والجميع له الحق في إبداء الرأي. النوع السادس وقائع الحرجة، ممكن أنها تكون بعض المشاكل ممكن تواجه بعض الشركات أو مواقف محرجة، كيف يتم التعامل معها، كيف تتصرف معها. غالبا تكون في مثل المواقف اللي فيها مقابلة للجمهور في بعض الحالات، هذه يتم التدريب عليها من أجل الموظف يكون مستعد في حال حدث حالة حرجة أو طارئة ممكن أن يتعامل معها بطريقة صحيحة ويكون عنده خلفية عن كيفية التعامل في مثل هذه المواقف.
أيضا المباريات الإدارية أحد الأساليب المعروفة في التدريب، كذلك أسلوب العصف الذهني من أشهرها. أسلوب العصف الذهني أتوقع الكثير عنده خلفية عن هذا الأسلوب. أسلوب العصف الذهني المقصود فيه هو أن الجميع يفكر أو يعني يأخذ يعني أجواء مثلا معينة صافية هادية ما فيها تأثير أو دخول أحد يشوش على هذه الأفكار. فالموظف ممكن يكون أو مجموعة موظفين جالسين في مكان معين، ثم يقررون الآن أنهم يبدون في عملية العصف الذهني، بحيث أن كل شخص يفكر بهدوء ويحاول أنه يكتب أي فكرة تخطر على باله، سواء كانت الفكرة هذه لها علاقة بموضوع أو لا. أحيانا ممكن أن نفكر مثلا مشكلة في عندنا مشكلة في ارتفاع التكاليف في الشركة، ونحاول نخفف هذه التكاليف. فما هي الحلول؟ الحلول أنت ممكن بجلسة عصف ذهني أنك تظهر بحلول معينة من خلال اقتراحات الزملاء. أسلوب العصف الذهني في التدريب كذلك يستخدم بنفس الطريقة، بحيث أن الشخص لو افترضنا على مثالنا اللي هو التكاليف، أن الشخص يفكر في موضوع وأي كلمة أو خاطر تخطر على باله يقوم بكتابتها أو تدوينها، ثم بعد ذلك يتم مناقشتها، لأن هذه الفكرة احتمال أنها تتطور واحتمال أنها تضاف عليها بعض الأفكار الأخرى من أجل أنها تحل هذه المشكلة. فهذا أحد الأساليب المشهورة اللي هو أسلوب العصف الذهني. في الشريحة التالية نناقش موضوع صفات يفضل توفرها في المدرب الناجح. وأتوقع كثير منا إذا أخذ دورات عند أشخاص معينين، يعني ممكن مر على الواحد أحيانا دورتين ثلاث أربع خمس دورات أو أقل 10 دورات، بعض الناس ممكن يأخذ 20 دورة حسب حاجة الشخص. الدورات هذه أكيد إن إحنا نتذكر من اللي كان مدرب جيد ومميز فيها، ومن اللي كان مدرب سيء، ومن اللي كان أداء متوسط. المدربين يتفاوتون، هو اللي ناس إمكانيات والناس عندها قدرات، وأيضا في ناس تعد بشكل جيد، ناس ما تعد بشكل جيد، في ناس متمكن، في ناس غير متمكن. وبالتالي لابد يكون هناك صفات يفضل توفرها المدرب الناجح. بعض الصفات لابد تكون موجودة، لكن هذه يفضل توفرها في المدرب الناجح. الصفة الأولى، وهذه صفات عامة، الصفة الأولى المعرفة الكاملة بالمحتوى التدريبي، أن الشخص يعرف المحتوى التدريبي اللي جالس يتكلم عنه، فكيف يقدم معلومة صحيحة للناس وما ما عنده إلمام كامل بهذا المحتوى التدريبي. فالإلمام هذا واجب مطلوب على كل مدرب، وهذه من الصفات اللي لابد تكون متوفرة من أجل نجاح هذا المدرب. النقطة الثانية القدرة على الاستماع للدارسين. المدرب اللي يلقي ولا يستمع للدارسين هذا مدرب يغرد لوحده خارج السرب. المدرب لن ينجح ولن يقدم معلومة مفيدة للموظفين أو العاملين أو الدارسين إلا إذا كان يسمع منهم، يسمع ملاحظاتهم، يسمع استفساراتهم، يسمع أسئلتهم، يناقشهم فيها. ممكن بعض النقاط تكون غير واضحة، بعض النقاط تكون مبهمة على الأشخاص. ممكن المدرب نفسه ملم وفاهم، لكن الأشخاص الدارسين أمامه غير ملمين بهذا الموضوع، فبالتالي طبيعي أنه يستمع منهم من أجل أنه يعرف النقاط الواضحة والغير واضحة والتعليقات أو النقاشات اللي ممكن تطرح الموضوع. النقطة الثالثة من الصفات القدرة على تشجيع الدارسين. المدرب المميز يقدر يشجع الدارسين عنده على القدرة على الأداء أو قدرة على التمييز في هذا العمل. المدرب الناجح يشجعهم، يحفزهم، يحاول أنه يزرع الثقة فيهم، بدل من أنه مثلا يرى نفسه عليهم أو أنه يحبطهم أو يقول لهم مثلا بعض الكلمات القاسية اللي المفترض أنها ما تكون أو تصدر من المدرب. النقطة الرابعة وهي مشابهة لبعض النقاط السابقة القدرة على الرد على التساؤلات. وهذه نقطة مهمة، أن المدرب أحيانا يكون عنده معرفة كاملة بالمحتوى التدريبي، المحتوى اللي قدم جدا متميز فيه، لكن عنده مشكلة أن في بعض التساؤلات المتكررة اللي ممكن ترد. وطبيعي أن المدرب المميز يكون عنده بعض التساؤلات في باله، يتوقعها قبل ما
يقدم دورة تدريبية للأشخاص، فيرد على هذه التساؤلات، يكون عنده ردود جاهزة لهذه التساؤلات عشان يقدر يقنع فيها المتدربين. النقطة الرابعة، القدرة، وهذا في خطأ إن القدرة على حل التعارض والنزاع. القدرة على حل التعارض والنزاع، أحيانا يكون في بعض التعارضات، بعض النزاعات من المتدربين أنفسهم، بعض الأفكار اللي يكون فيها يعني بعض الصعوبة من فهمها عند بعض الناس، ممكن يظن بعض الأشخاص أن فيها تعارض أو تناقض، هذه المدرب لابد يكون عنده قدرة في حلها وحلها بشكل مباشر، ولا يكون مظهره يظهر بشكل لأنها في شخص غير متمكن أو شخص غير ملم بهذا الموضوع. ولكن وهذه نقطة مهمة، إذا كان الشخص وصل إلى مرحلة أنه ما يعرف المعلومة، ولازم أنه يتظاهر بمعرفتها، يمكن أنه مثلا يبحث عنها أو يحاول أنه يستعين بأحد أو شخص آخر ممكن يفيده في الموضوع. من النقاط أيضا الحيوية والنشاط، والمدرب الحيوي النشيط اللي يحفز المتدربين دائما يعطي إثراء أكثر للمحتوى التدريبي عشان يقتل الملل، لأن أحيانا بعض الدورات التدريبية تحضرها تشعر بالملل والنوم، وتحاول أنك يعني بس متى ينتهي الملقي من هذه الدورة التدريبية. لكن بعض المدربين لا، أحيانا يطلب بعض الحركات معينة، يطلب بعض الأنشطة، يتوقف وقفات يعني مميزة، بعض الأسئلة اللي فيها استفزاز للمخ أو للعقل تحرك أكثر، يصير فيها نوع من حيوان النشاط. أحيانا بعض المدربين يطلب بعض الأنشطة الحركية اللي تساعد المتدربين أن يتحرك من مكان إلى آخر، فيصير في نوع من الحيوية والنشاط. أخيرا من الصفات، الإلمام بالوسائل الحديثة في التدريب. التدريب مثل أي مهارة أو علم يتطور مع الوقت، فأيضا مثل ما أن التدريس في وسائل حديثة، أيضا التدريب له وسائل حديثة. التدريب كان أول بطريقة معينة، الآن كمان يتطور، دخول التكنولوجيا والتقنية يعتبر من الوسائل الحديثة في التدريب. أيضا التدريب مثل العلوم الأخرى أو مثل المهارات الأخرى يضاف عليها بعض الأشياء أو بعض النظريات أو المهارات اللي ممكن يكتسبها المدرب مع مرور الوقت، تكتشف من خلال المدربين ومن خلال النظر في تجارب الآخرين سواء كانت محلية أو عالمية، بإمكان الشخص أن يعرف الوسائل الحديثة في أو مستخدمة في التدريب. تنفيذ برامج التدريب، المقصود في تنفيذ برامج التدريب ثلاث نقاط رئيسية. الأولى الجدول الزمني للبرنامج، هذه نقطة مهمة جدا. الجدول الزمني للبرنامج في بعض الحالات يكون مطول إلى درجة مملة، ما يستحق أو ما تستحق الدورة التدريبية كل هذا الوقت. وأذكر في أحد الدورات كنت يعني حضرتها، فكانت الدورة جدا رائعة ومميزة، وكان يعني المقدمين مميزين وعلى مستوى عالي، والإعداد كان رائع وكل شيء كان ممتاز، لكن كان فيه ملاحظة، وكانت من أغلب الحاضرين نفس الملاحظة اللي يعني سببت في أن الدورة التدريبية ما تظهر بالمظهر المفترض أنه يظهر، أو يعني أفسدت مظهر الدورة التدريبية بسبب الوقت الغير مناسب. أحياناً تجلس عدد ساعات طويلة إضافية ما لها داعي، الدورة ممكن أنها تختصر مثلاً في 4 ساعات لكنها تقام في 6 ساعات، أو ورش عمل أحياناً. المدرب أحياناً يعني حتى نفسه يكون مثلاً عنده محتوى مادة علمية لمدة 1.5 ساعة، لكن التخطيط عن طريق إدارة التدريب وضعت ساعتين، وضعت جدول زمني 2 ساعة، فحتى المدرب صار في حرج، فما قدر أنه يغطي 2 ساعة بطريقة صحيحة 100%. وهذه مهارات يعني ممكن الناس يقدر يتأقلم مع الوضع، ويقدر يستغل الوقت المتاح لديه بفعالية عالية. النقطة الثانية، قاعة التدريب. وأيضا قاعة التدريب قد تكون سبب في فشل أو نجاح دورة تدريبية. تخيل بعض الدورات التدريبية
اللي تتطلب أن الطالب أو المتدرب أنه يمارس أو يطبق عمليا اللي جالس يشوفه أمامه في الدورة التدريبية. تخيل عندنا دورة تدريبية على برنامج الإكسل، وقاعة التدريب الكمبيوترات أو أجهزة الكمبيوتر أو الحاسب الموجودة اللي فيها ما يجد فيها برنامج إكسل مثلا، فهذا طبيعي أنه راح يكون القاعة هذه غير مجهزة بشكل صحيح، فالفائدة راح تقل. ممكن المدرب يكون ملم، ممكن المدرب يشرح بطريقة صحيحة، ممكن يضع شرائح للشرح كيفية استخدام برنامج الإكسل وأفضل الطرق وكيفية استخدام الأدوات الموجودة، لكن إذا كان الطالب ما يطبق والقاعة غير مجهزة بطريقة صحيحة، بالتالي نصف قيمة هذا التدريب أو فائدة هذا التدريب سيذهب سدى بسبب خطأ بسيط أو عدم تجهيز صحيح لهذه الدورة. النقطة أيضا التالية المتابعة اليومية للبرامج، والبرامج لابد يكون فيها متابعة بعدة أسباب. قد يكون في خلل من الجدول نفسه، قد ندرك أن الجدول هذا فيه مشكلة، أو الجدول طويل أو الجدول قصير مثلا، قد ندرك أن المدربين كفاءتهم غير الطموح أو أقل من الطموح، أو مثلا مو بنفس الدورات اللي اتفقنا حنا والجهة المقدمة لهذه الدورة، كان في إشكال مثلا في الحضور من قبل المتدربين إلى آخره. لابد يكون فيه متابعة بشكل يومي من أجل حنا نضمن أن برنامج تدريبي أعطى حقه ووصل بشكل مناسب للمتدربين. الآن ننتقل لطرق تقييم كفاءة التدريب. هذه عندنا فيها ثلاث شرائح أو شريحتين عفوا، ولها ثلاث طرق. أول طريقة تحقيق أهداف المنظمة. كيف نقيم كفاءة التدريب؟ كيف نعرف أن التدريب عندنا أدى بشكل صحيح أو كانت كفاءته عالية جدا؟ إذا كانت النتائج مميزة، فكيف نقيس هذه النتائج أو كيف نقيم هذه الكفاءة التدريبية؟ أولا بتحقيق أهداف المنظمة لها عدة خطوات. أولا تحديد الهدف التنظيمي أو المشكلة. وش الهدف التنظيمي؟ وش المشكلة اللي إحنا نبغى نواجهها أو نحل هذه المشكلة؟ إذا حققنا هذا الهدف معناها أن إحنا في الطريق الصحيح في كفاءة هذا التدريب. وضع الهدف التدريبي بشكل كمي، بمعنى مثلا ممكن نقول أن عندنا الموظفين معدلاتهم أو لغتهم الإنجليزية ضعيفة. كيف نضع الهدف التدريبي بشكل كمي؟ نقول والله نقدم دورة تدريبية للموظفين عندنا لمدة سنة في اللغة الإنجليزية. إذا انتهوا الموظفين من اللغة خلال السنة، حنا نتوقع أن الموظف يحقق درجة مثلا 500 في التوفل أو 6 في الآيلتس مثلا. هذا كمي، ويختبر الموظف ثم بعد ذلك نشوف النتيجة. إذا كانت النتائج أقل بشيء بسيط معناه أنه يعني كنا قريبين من تحقيق الهدف. لو كانت النتائج أقل بكثير معناه أنه في خلل في الدورة نفسها، إما في المدرب، إما في الوسائل التدريبية، إما في القاعات، إلى آخره من الأسباب. ثم بعد ذلك تطبيق برنامج التدريب. إذا عرفنا الهدف وحددنا الهدف بشكل صحيح وحددناه بشكل كمي، الآن نطبق برنامج التدريب. ثم بعد ذلك حساب المؤشرات السابقة تحديدها قبل التدريب، وهذه اللي تقييم كفاءة التدريب. عندنا مؤشرات، عندنا أهداف، عندنا معايير وضعناها قبل ما نبدأ في عملية التدريب. كنا نتوقع أن الموظفين يدخلون عملية التدريب يتقنون المهارات الفلانية، ممكن أنها تقاس بشكل كمي مثل ما ذكرنا. ثم بعد ذلك الآن نبدأ نحدد هل فعلا تم قياس هذا البرنامج أو كفاءة هذا البرنامج، وهل تمت فعلا تحقيق الأهداف الموضوعة أو لا. ثم بعد ذلك تقييم البرنامج أخيرا بناء على الفرق بين المؤشرات قبل وبعد التدريب. بناء الفرق بين المؤشرات قبل وبعد التدريب. النوع الثاني اكتساب وتعلم خبرة جديدة من طرق تقييم كفاءة التدريب. وكيف يتم هذا؟ عن طريق عدة نقاط. تحديد السلوك الواجب اكتسابه. ممكن السلوك الواجب اكتسابه يكون عندنا أن الموظف يستطيع التعامل مع الزبائن في المحل مثلا، أو يكون تعامله راقي معهم بشكل مميز. نشوف هل اكتسب هذا الشخص خبرة أو ما اكتسبها. هل الشخص هذا يستطيع أن يتعامل مع
الزبائن أو العملاء بشكل صحيح، بشكل ودي، بشكل راقي أو لا. تحديد السلوك الواجب اكتسابه نقدر من خلاله نقيم الموظف عليه هل تم اكتساب هذه المهارة أو لا. النوع الثاني من اكتساب وتعلم خبرة جديدة تطبيق، ثم بعد ذلك تطبيق برنامج تدريب بدون شك. إذا تم تحديد السلوك ثم تطبيق برنامج التدريب، بعد ذلك نختبر الدارسين، يتم وضع اختبار لهم هل تم تطبيق هذا السلوك أو هل تم اكتساب هذا السلوك من خلال الاختبار. الاختبار قد يكون موضوع من داخل المنظمة أو من خارج المنظمة، مثل ما قلنا في موضوع اللغة الإنجليزية واختبار اللغة الإنجليزية، أحيانا لغة مثلا اختبارات تخصصية، اختبار مثلا CFA للمالية أو اختبار السوق والمحاسبة مثلا، يتم في اختبار إذا هل فعلا الشخص هذا حصل على المهارة المطلوبة. يتم تقييمه خلال هذا الاختبار، إذا نجح في الاختبار يتم منح شهادة ويتم فعلا الاعتراف بأن شخص حصل على هذه المهارة، وهناك شهادة تثبت هذا الشيء. بعض الشهادات حتى في المستقبل إذا حصلت عليها ما يعني حصلت عليها أنك تتوقف، لأن بعض الشهادات يتم تجديد الاعتماد عليها أو يتم تجديد إثبات مهارتك فيها باختبار دوري، أحيانا يكون كل 5 سنوات، أحيانا كل 10 سنوات مثلا، أو أحيانا كل 3 سنوات حسب نوع الشهادة. أخيرا من طرق تقييم كفاءة التدريب، رأي وردود أفعال الدارسين. إيش رأي الدارسين؟ وش أفعالهم؟ ودائما إذا بغيت تعرف أن الدورة أدت نتائجها بشكل صحيح أو لا، اسأل المتدربين هل استفادوا أو لا، وش كانت نقاط القوة، وش كانت نقاط الضعف، وين كانت الخلل، وش أفضل شيء، هل كانت الدورة فلانية أو الدورة فلانية، هل ممكن يعطي استبانة للتقييم، هل كان الموظف على مستوى عالي من أو المدرب على مستوى عالي من الإلمام بالمهارة بالتواصل إلى آخره. فقياس ردة أفعال الدارسين يساعدنا على تقييم كفاءة التدريب. الشريحة الأخيرة نتكلم عن تصميمات منهجية لتقييم كفاءة التدريب. أولا مجموعات القياس، والمقصود مجموعات القياس الوقت الذي يتم فيه جمع البيانات والمعلومات، والمقصود في الوقت القياس القياس للدارسين بعد التدريب. أولا معناها أننا نقيس كفاءة هذا التدريب بعد التدريب من خلال أداء هؤلاء الموظفين، هل تغير أدائهم، هل تحسن أدائهم، هل صار في تطور أو لا. ممكن سؤالهم أحيانا أو وضع استبيان أو وضع اختبار، هذه تساعد. النوع أو النقطة الثانية القياس للدارسين قبل وبعد التدريب، نشوف الدارسين قبل التدريب، نشوف الدارسين بعد التدريب، هل صار في فرق أو ما في فرق. النوع الثالث القياس للدارسين مع مجموعة لم تتلقى التدريب للمقارنة بينهم، وذلك يكون بعد التدريب. الآن بعد التدريب نجي نقارن بين المجموعة اللي خذت هذا التدريب أو الحصة التدريبية أو الدورة التدريبية مع مجموعة أخرى ما خذت هذه الدورة التدريبية، ونقارن بينهم. أما أننا نعطيهم اختبار موحد للجميع أو إحنا نختبر أدائهم بشكل مباشر ونشوف هل في فرق ولا لا. إذا في فرق، هذه المجموعة اللي خذت دورة أدائها كان أفضل من المجموعة اللي ما خذت دورة، معناها أن المجموعة أو الدورة التدريبية فعلا تم تقييمها بأنها ذو كفاءة عالية. النقطة الرابعة القياس للدارسين مع مجموعة لم تتلقى التدريب، وذلك قبل وبعد التدريب، وذلك قبل وبعد التدريب. وهذه ممكن تحل إشكالية، أن حنا الآن نختبر الموظفين المجموعة الأولى اللي خذت دورة، اللي بتاخذ دورة قبل ما تاخذ دورة، والمجموعة الثانية اللي ما راح تاخذ دورة، فيتم اختبارهم قبل أخذ الدورة، ويتم اختبار المجموعتين أيضا بعد أخذ الدورة ومقارنة النتائج. إذا كانت المجموعة اللي أخذت دورة كان أداء ضعيف، والمجموعة اللي ما أخذت الدورة كان أداء ضعيف قبل الدورة، ثم بعد الدورة تميزت المجموعة اللي كان أداء ضعيف لكنها تميزت بسبب الدورة، معناها الدورة التدريبية أو التدريب أعطى قيمة وكفاءة، وهذه تعتبر نتيجة واضحة، ومن خلالها نقدر نقيس أن هذا التدريب أدى نتائجه وحقق أهدافه أو لم يحقق أهدافه. هذه باختصار كانت محاضرة اليوم، وهذه إكمالاً
للمحاضرة السابقة في موضوع التدريب، وهذه نهاية منهجنا في إدارة الموارد البشرية. إن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ من نفسي والشيطان، أعتذر لو كان في بعض التقصير أو بعض الخلل أو بعض المشاكل الفنية أو التقنية، مثل مثلا الصورة أحيانا يكون في بعض الإشكالات لبعض الطلاب، أحيانا الموقع مرات ما قدر ما يدخل، كان في وقتها محاضرة ولا قدر ولا كان في تواصل بسبب العطل الفني في الموقع. يعني هذه بعض المشاكل اللي حصلت خلال الفصل الدراسي، لكن الحمد لله انتهينا الآن من المادة. الآن إذا أحد عنده أي سؤال بخصوص المادة، بخصوص طريقة الأسئلة بتكون مشابهة للكويز المطول اليوم أو الاختبار اليوم، اختبار المراجعة اللي اليوم بيكون إن شاء الله الساعة 8:15، راح يعطيك فكرة عن الاختبار النهائي كيف راح يكون، كيف راح تكون طريقته. هذا ما لدي بخصوص إدارة الموارد البشرية. تكلمنا عن إدارة الموارد البشرية ووظائف إدارة الموارد البشرية، تحدثنا عنها بالتفصيل كل نقطة على حدة خلال هذا الفصل الدراسي وخلال 11 لقاء ماضي. إذا أحد عنده سؤال علمي عن أحد المحاضرات السابقة، أستقبل أسئلتكم الآن أو بعض الأسئلة اللي يدخلين. الآن في سؤال يقول مقارنات بين أدوار المدراء وأدوار المديرين التنفيذيين. هذا من أكثر الأسئلة اللي تجيك، هذا يعني كان أظنه يعني مشكلة عند كثير من الطلاب أو الطالبات، أنه في تكرار. يعني كل وظيفة من وظائف إدارة الموارد البشرية يمر علينا الفرق بين أدوار المدراء وإدارة الموارد البشرية والمدراء التنفيذيين. فالسؤال المهم أن الطالب أو النقطة المهمة أن الطالب يعرف الفرق بينهم، أو الطالب يعرف الفرق بينهم من ناحية الفهم. وكيف نفهمها؟ نفهمها أن دور إدارة الموارد البشرية دور تنفيذي أكثر، والمدراء التنفيذيين دورهم إشرافي وتوجيهي واستراتيجي أكثر. فهمها بالنسبة لي يكفي، ما يحتاج أن الواحد يحفظ أدق التفاصيل فيها، مجرد فهم عام يكفي. وأتوقع أن هذا يكفي كإجابة. التعامل مع الفائض والعجز، ما راح يكون في أسئلة دقيقة عن الفائض والعجز في يعني ما راح تجي معادلات رياضية عن الفائض والعجز، لكن ممكن يجي سؤال لو قل عدد الموظفين مقارنة بالموظفين في السوق، هذا يعتبر نقص، يعني راح تكون من أسئلة واضحة. طرق تقييم كفاءة التدريب، في سؤال عن طرق تقييم كفاءة التدريب اللي هي اكتسابة علم خبرة جديدة، فيها 4 نقاط: تحديد سلوك الواجب واكتسابه، تطبيق التدريب، تطبيق برنامج التدريب، اختبار الدارسين، ومقارنة النتائج بالأهداف. وهذه الشرائح راح توصلك إن شاء الله اليوم، وراح يعني يكون فيه إن شاء الله ملف PDF راح تكون فيه كل الشرائح كاملة. هاي تقريبا كتاب وتعلم خبرة جديدة تعتبر مثل الخطوات، لأن حددنا السلوك في البداية، ثم طبقنا برنامج التدريب، ثم اختبرنا الدارسين، بعد ذلك قارن النتائج والأهداف، تعتبر خطوات. في سؤال إضافي، تبقى تقريبا دقيقة. يعني أتوقع تتضح الصورة أكثر في خلال محاضرة اليوم إن شاء الله الأخيرة خلال الاختبار، يعني راح يكون نص ساعة تقريبا إلى 40 دقيقة راح نأخذ فيها، أو 45 دقيقة راح تكون الاختبار، ثم بعد ذلك 10 دقائق ربع ساعة نتناقش فيها عن الأسئلة، وراح تعطيكم فكرة عن المستوى. فالأفضل أنا أنصح الطلاب والطالبات إنه يكون مستعد لمثل هذا الاختبار، يعني يقدر الواحد يختبر فيه معلوماته. في سؤال عن موضوع الفائض، بس أتمنى أن الطالب اللي طالبة يتسأل عنه موضوع الفائض أنه تراجع الموضوع الآن، ترى سهل واضح، ما يبغى له يعني ولا المشكلة الوقت الآن انتهى تقريبا، بس أتمنى أن تراجع النقطة هذه
وتقرأ بشكل جيد، ثم بعدها ممكن إن شاء الله في المحاضرة الساعة 8:40 نتناقش فيها بعد الاختبار، وإن شاء الله ما راح يكون في مشكلة بإذن الله. يعطيكم العافية جميعا، أتمنى أن نراكم إن شاء الله على خير، وأتمنى من جميع تسجيل الخروج قبل ما تتم المحاضرة. شكرا جزيلا.